قال نافق حنظلة. قال وماذاك؟ قال كنا إذا كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة كأننا نراها رأي العين، ويذكر لنا النار كأننا نراها رأي العين، فنكون إلى ما كنا فيه، يعني من الإيمان والتقوى. قال ثم إذا رجعنا إلى بيوتنا إلى أهلينا وذرارينا عافسنا الأزواج والأولاد، وصار الإنسان يدخل في 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 دوامة البيوت ويصير يعيش، واش شرا واش باعوا واش احتاجوا البيت، أمور الحلال والحرام والدواس ولو ما كانش الدواس كان الإنسان يقصر ينسى ربي سبحانه وتعالى، لأن البيت مشغلة شوية عن ذكر الله عز وجل. ولهذا الصحابي بمجرد ما نسى شوية الآخرة نسى شوية الآخرة فإذا به الإيمان يهبط، هذا صحابي أو عايش في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر وش قال له؟ قال له أنا كذلك أجد ذلك. أبو بكر الصديق قال له أنا نفس الشيء، كي يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا على الجنة والنار الإيمان يطلع، وكي نروح لأهلي ينقص الإيمان. فراحوا الاثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هالكلام وش هو؟ أن استحضار اليوم الآخر لازم يبقى دائما في ذهنك. تصور أنت تريد أن تعصي الله سبحانه وتعالى، جاتك نفسك يعني تريد أن تعصي الله عز وجل، تريد تغتاب تفعل فاحشة أي شيء، تسرق تفعل أي شيء، تستحضر اليوم الآخر، تستحضر الصراط الجسر الوقوف بين يدي الله، فتبقى دائما متراجعا عن هذه المعصية. فالذكر الجنة والنار وذكر أهوال يوم القيامة يعتبر رادعا ووازعا قلبيا، يحبك الإنسان عن فعل ما يشين، عن فعل الأمور التي تغضب رب العالمين. الأمر الثاني إخواني الكرام، مراحل يوم القيامة عندها حكم، عندها حكم. وش هي الحكمة؟ أولا العرض، ربي يعرض لك الأعمال كما سمعتوا من قبل في دروس مشايخ، الآن ربي يعرض لك الأعمال. الغرض من العرض عرض الأعمال يبين لك، تتطاير الصحف ويناديك الله يقول لك أنت فعلت كذا فعلت كذا، أنت تقول له إيه فعلت 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 فعلت، فهذيك الغرض من هذا كله هو بيان الأعمال وإظهارها باللي هامنك الأعمال بينوهم. وثم الميزان، والغرض والحكمة من الميزان وش هي؟ إقامة القسط والعدل، بيان عدل الله تبارك وتعالى. الميزان للمسلمين، الكفار ما يوزن لهم والو، ما عندهمش حسنات، والميزان فيه حسنات وسيئات، فالإنسان يوزن بيان. وش الميزان عليه؟ لبيان قدر وقيمة الأعمال. الأولى المرحلة الأولى وش هي؟ يبين لك شحال هما الأعمال، وش هي السلعة تاعك؟ جيبها حطها، سيئات وحسنات، هاي يكون راهي، يبينها لك، يحصيها، يخرجها لك، يعطيها لك ربي سبحانه وتعالى، يظهرها لك. فالغرض من المرحلة الأولى هي الإظهار، تطاير الصحف هي إثبات الأعمال وإظهارها وبيانها. الغرض من الميزان وش هو؟ الغرض من الميزان بيان قدر وقيمة الأعمال، يبين لك كاين أعمال صغيرة توزن كثير، ثقيلة وهكذا. يعني الأعمال الآن شوفوا قيمتها الآن، أم عندك أعمال بزاف جابهم لك ربي حطهم لك، فيهم حسنات فيهم سيئات، الآن حط كل واحدة في الكفة تاعها، سيئات في السيئات والحسنات في الحسنات، وكل واحدة راح يعطي لها ربي عز وجل الميزان تاعها شحال توزن. كاين أمور أنت استهزيت بهم قلت بالك ماشي حاجة، مجرد ابتسامة ابتسمتها في وجه أخيك وعطالها ربي ثقل كبير توزن، تلقاها توزن، يقول لك هذه كانت غالية. علاه كانت غالية؟ هذه أكثر من الصلاة الفلانية، أكثر من الصلاة. علاه؟ لأن هذه نهار أنت ضحكت لخوك، ضحكت له يعني بقلب بشوش ومنفتح وأردت أن تنفس عنه، فكانت هذه الابتسامة يعني صادرة عن صدق في قلب، صادرة عن صدق من قلبك، فإذا بك تكون هذه الابتسامة ثقيلة أكثر مما كنت تتصور. وهناك سيئات، هذه السيئات أنت ظننت أنها سهلة وقلت كنا قصارين برك واستهزيت بإنسان معين، فإذا يتفرزوا الناس حطوا ربي سبحانه وتعالى كالمصفات، يفرز الناس والله يفرز الله الناس فيه، لأنه يأتي به الله سبحانه وتعالى فيضربه على نار جهنم. وما بعده الجسر، الغرض منه التنقية، الجسر الذي سنتكلم عليه الذي سيكون بعد الصراط، الغرض منه تنقية الظالم والمظلوم، تنقية الظالم من ذنوبه والمظلوم من أضغانه، الأحقاد والكبت والحزن الموجود في قلبه الله سبحانه وتعالى يطهره له
لماذا؟ يطفئه عنه بمجرد ما يأخذ له حقه من أخيه في جسر المظالم قبل الجنة وبعد جهنم. فهذا الغرض منه ماذا؟ التطهير والتنقية، وكذلك المقدار والمكافأة والتطهير وتثبيت المنازل، كلها أساس عدل الله يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الآن نتكلم على الصراط. الصراط ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. والصراط يقول عنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أمر يعني متهني منه. والأصل في والصحيح من قولي العلماء أن قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها إنما هو خطاب لجميع الخلائق، منهم الأنبياء ومن دونهم، وليس هو خطابا للكفار فقط، وإنما سيكون الأمر على معنيين: وإن منكم إلا واردها خطاب الكفار بمعنى تدخلون جهنم، وقوله وإن منكم إلا واردها إذا عممنا الخطاب لجميع الناس يصير كذلك الصراط، بمعنى يمرون على الصراط، وهو فهم لكثير من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، على رأسهم الصحابة الأجلاء، على أن المراد من قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أن الله قضى قضاء لا يبدل أبدا، أن ينصب الله سبحانه وتعالى أو يضرب الجسر على جهنم بعدما يقضي في عرصات يوم القيامة بين العباد، يعني يقضي بينهم في حساباتهم، ما زال يقضي بينهم في مظالمهم بين أهل الجنة، هذاك بعد الصراط. الآن أنا حبيت تمشي معايا في التصور، وبحثت في هذه السنة الماضية، عملت سلسلة من الخطب، وأردت يعني ألقيت الخطب هذه مسلسلة في كل خطبة، وأعطيت تصور للناس حتى يستطيعون بعد ذلك أن يتصوروا المراحل تاع يوم القيامة. وحنا من طبعنا أننا كي نقراو في الكتب ولا نسمعوا الدعاة ولا نسمعوا الخطباء كي يتكلمونا على علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، أو يتكلمونا على عذاب القبر، أو يتكلمونا على أهوال يوم القيامة، أو يتكلمونا على مراحل يوم القيامة، أنهم يعطونا يسردونا عادة يسردونا أحاديث وآيات، وإحنا باش نرتبوهم في دماغنا هكذا باش نقدروا نتصوروا كيفاش نبدا، واش يصرنا مع الأول، كيفاش نقفوا بين يدي الله، كيفاش يكون الحشر. فهذه تحتاج إلى الجمع. على كل حال أنا جمعته وزدت عاودت جمعت في اليومين هذو، ولقيت نفس ما جمعت الأحاديث وتأملت في بحوث كثيرة، ومشيت الكتب السنة والقرآن، فتحصلت على الترتيب الذي تحصلت عليه من قبل. أنا إحنا أعطيكم ترتيب هكذا باش نقدروا نمشيوا مليح، وباش تقدر أنت منا وروح تعود تتصور وراك رايح، يعني تعود تتخيل هذيك المرحلة التي ستكون يوم القيامة. إحنا ابتداء إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى يميتنا على مرحلتين: مرحلة الإفراد، إفراد بمعنى واحد مات دركا، واحد مات البارح، واحد مات العام اللي فات، بالواحد بشوية أنا نموتوا بالواحد، كل واحد يجي ملك الموت يديه، هذاك الموت الانفرادي، وهذاك الموت الانفرادي يبقى إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك كاين موت جماعي أول وكاين موت جماعي ثاني. الموت الجماعي الأول هو موت المؤمنين في آخر الساعة، في آخر الزمان، ربي سبحانه وتعالى يبعث ريح، هذيك الريح هذيك تصيب نسمة باردة خفيفة، يعني تصيب الناس في أباطهم، ما من عبد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا ويموت. تقيسوا هذيك الريح اللي هنا يموت، ما كاش إنسان يسلك منها، كل واحد يقول لا إله إلا الله يموت. فيقبض الله سبحانه وتعالى جميع المؤمنين، ثم من يبقى؟ يبقى شرار الخلق اللي هم الكفار، فعليهم تقام الساعة، عليهم تقوم الأهوال، وهذيك النجوم تنكدر، والزلازل والبراكين، هذيك ما يكونش حتى واحد يقول لا إله إلا الله، يكونوا غير الكفار فقط، فتقام عليهم الساعة. فينفخ الله عز وجل نفخة، يعني إسرافيل ينفخ نفخة الأولى، فيصعق جميع من في السماوات ومن في الأرض، كلهم الملائكة والجن والإنس، فلا يبقى أحد، ولي ماتوا من قبل ماتوا،
ثم يبعث الله عز وجل النار تحشر الناس جميعا في أرض المحشر اللي هي أرض الشام في فلسطين وسوريا والأردن. فيجتمع الناس هناك، يبدل ربي الأرض غير الأرض، تصير الأرض هناك كقرصة الخبز، كما الخبزة على الكسرة، بيضاء بيضاء نقية لا معلم لأحد فيها. المهم هذه مرت عليكم، أنا فقط حبيت نعطيك التصور باش تقدر تمشي معايا. هذه الأرض ربي يبدلها، احنا نقعدوا هنا ما نطلعوش للسماء. وش يديرنا ربي عز وجل؟ كي ينفخ النفخة الثانية يحشرنا، النفخة الثانية يحشرنا في هذيك الأرض كامل، تجي النار هذيك وتخرج من قعر عدن وتحشرنا كل الناس اللي مدفون في الأمريكان تجيبك النار عليك حتى تلحق، واللي مدفون في السعودية يجيبوا النار هذيك حتى يلحق، واللي مدفون في الجزائر تديه النار حتى يلحق، ونتلاقوا كامل الموجودين في الأرض نتلاقوا على أرض واحدة وهي أرض الشام، أرض المحشر والمنشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كي نتلاقوا في هذيك الدار هذيك في هذيك المكان ننتظر الله تبارك وتعالى مدة طويلة، يأتي ربنا عز وجل، المهم هذه قصة سمعتوها من قبل، يأتي ربنا سبحانه وتعالى بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى وهي الشفاعة الكبرى، يأتي النبي عليه يأتي الله تبارك وتعالى ويأتي بجهنم معه، يجيبها معه جهنم، لأنه الجنة درك وراهي، الجنة وراهي درك تحت العرش تاع ربي سبحانه وتعالى في السماء السابعة، والنار هي موجودة في الأرض، في الأرض السابعة في سجين لتحت موجودة لهيك. ربي يوم القيامة هو يجيب وأزلفت الجنة للمتقين ويجيب وجيء يومئذ بجهنم، يجيبهم جهنم تجي وجنة تجي، يعني دير مليح تصور هذو كلهم في القرآن، في القرآن أتم الآن في سورة الفجح الجناح يسد الأفق، تخيلها أنت جهنم قد منها، يعني شيء عظيم تقدش تصوره، تقدش تصوره. كي يشوف نهار يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تركتم يعني التلذذ بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الطرقات تجأرون، يعني تعوقوا تخرجوا تعوقوا في الليل. قالوا كان جيتوا تعرفوا وش راني نعرف أنا النبي عليه الصلاة والسلام، وش راني عارف وش كاين الجنة والنار وهذه الأمور، تعودوا هذيك الضحكات وتمسخير وكذا وضيع الوقت هذاك يروح، تولوا غير تبكوا وتولي ما تقدرش حتى في الليل أنك تتمتع بزوجتك، تعود تخرج في الليل في الزنقة وتعوق تعوق وتبكي ربي سبحانه وتعالى كما كان يدير سفيان الثوري. فالآن أنت هذا الشيء، هذا شيء عظيم إحنا رانا غافلين عنه. فلذلك ربي يأتي بجهنم، ولما يأتي بجهنم يحطها أمامه ربي سبحانه وتعالى. الناس هنا مقابلين رب العالمين وجهنم على 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 جنبهم، جهنم جهنم أمامهم ينظرون إليها وهي تكاد تميز من الغيث، تستنى غير وقت شيء يلقوا عليها. ولذلك أول كلمة، أول كلمة يقولها الله تبارك وتعالى في المحشر، يا آدم يا آدم أخرج بعث النار، أول حاجة الهدرة الأولى وشن هي؟ أخرج بعث النار من كل 1999، من كل 1000 يجتمعوا الأمم كاملة يخرج 999 من كل 1000 يرفدهم ديهم قاع النار جهنم. هذه قبل ما نبداو نهضروا، قبل ما نبداو نتكلموا مع ربي سبحانه وتعالى، يعني قبل كلش هذو بعث النار يروحوا لجهنم، هذو قاع يفرزهم جهنم، هذو ما عندهمش حساب وحكايات وما كاش حكايات، هذو النار مباشره نسال الله العافيه والسلام. فهذوك الناس كان اللي يدخل النار من غير حساب وكان اللي يدخل الجنه من غير حساب 70,000، وثم يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس اولا يعطي لهم العرض، العرض يزكي لهم بالواحد ويذكروا كامل وش عنده ويعاود يردوا، كل واحد يعطي له وش درت وش درت وش درت وش درت, وش درت، ويذكره نعمه ويذكره باعماله. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف فياخذ كل واحد كتابه، ثم بعد ذلك اما بيمينه او بشماله، ثم بعد ذلك لما يكملوا الناس هذا الشيء جيب كتابك وروح حط في الميزان، ينصب الميزان. لما يكملوا الميزان شوف شكون اللي يجوا الميزان، المسلمين. شوف الان لما كملوا الميزان، احنا هنا تبدا حكايتنا، تبدا الدرس تاعنا اليوم يبدا هنا. شوف الان كي يكون الميزان، جهنم محطوطه على جهه، شوف مليح جهنم محطوطه، الناس راهم يتحاسبوا. كمل الميزان وزن الناس كل واحد بان، كي يبدا يوزن ربي سبحانه وتعالى يبدا بعد ذلك يحكموا على الناس.
لأن الميزان هو حكم لمآل الإنسان، هو حكم لمآل الإنسان. وكاين الناس يجرون ديرك مباشرة ما يسناش، مباشرة يجرون إلى جهنم، قل خذوه ربي سبحانه وتعالى خذوه. فلذلك هناك من يعرض على الميزان وليس له إلا السيئات، لا حسنات له، ما عندوش حسنات. يناقش رب العالمين، يجي يناقش ربي سبحانه وتعالى، فيشهد عليه الله تبارك وتعالى لسانه وجوارحه، فإذا به يجر إلى نار جهنم. وآخر يستره الله تبارك وتعالى فيأمر به فيدخل الجنة. ولكن هذاك المرور إلى الجنة وجهنم فيه طريقة، كاين طريقة. ثم بعد ذلك عندنا الناس ثلاثة أصناف الناس: كفار ومشركون لا يؤمنون بالله. فهؤلاء ماذا يقال لهم؟ يقول الله تبارك وتعالى ينادي في جميع خلقه: كفار ومشركون، منافقون ومسلمون، ثلاثة أنواع. يقول لهم الله تبارك وتعالى الآن كل واحد يروح يشوف المصير تاعه، كل واحد يروح إما الجنة ولا النار. يقول لهم فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد. أنت يا وش كنت تعبد؟ هذاك اللي كنت تعبده روح تبعوا يديك، ما نعرف ذكروا يديك الجهنم ولا يديك الجنة. إلا كنت تعبد الله وحده لا شريك له روح تبعوا راح يديك الجنة. إلا كنت تعبد البقرة ولا تعبد الشجرة ولا تعبد الحجرة ولا تعبد سيدي فلان ولا تعبد لالة فلانة ولا تعبد البوذا ولا تعبد عيسى، شوف انت وش كنت تعبد. ما كان يعبد الإنسان يتبعه فيلقيه. قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما تكلم عليه ربي سبحانه وتعالى، قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فرعون يجي يوم القيامة يناديهم، لما يقول ربي فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يجي فرعون ويقول الجماعة اللي كانوا يعبدوا فيها يجوا يتبعوني، يروح هو يرمي روحه في جهنم ويتبعوه يرمي روحه في جهنم. ويجي البقر، يجي البقرة اللي راهم يعبدوا فيها في الهند، وتقول للناس اللي راهم يعبدوني يجوا، اللي يعبدوني يجوا كلهم يتبعوها، وتدخل هي جهنم ويدخلوا جهنم. الشمس والقمر ثوران يكوران في النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يجوا الناس الذين عبدوا من دون الله، هذا قارون والنمرود والطواغيت كلها التي عبدت من دون الله، يأتون إلى الناس وجلات والعزة، سواء كانت شجرة أم حجرة أم إنسان أم أي كان، إلا إذا كان هذا الذي عبد من دون الله رجلا صالحا، كالخمسة من قوم نوح: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر. هذو الناس صالحين، خاطيهم الناس عبدوهم وما خاطيهم ما مش راضيين. عيسى بن مريم كاين الناس يعبدوه لما كاش، كاين الناس يعبدوه. عيسى ما يجيش ما يجيب الناس يدخل معهم جهنم، لا، هذوك يتوقفوا. لذلك قال فيبقى اليهود والنصارى. المشركون يتبعوا بوذا يروحوا لات والعزة وهبل يتبعوه يروح الجهنم، اللي يتبعوا سيدي فلان إلا كان راضي بهم هما يروحوا مع جهنم، الشجرة الفلانية تروح معهم هي جهنم، ويتكوروا اللي يعبد القمر يروح معه، اللي يعبد النجم يروح معه، فيدخلون يبدأوا الناس يدخلون جهنم. عندهم دخول طريقة معينة يحضر غسل وغيرها، يسحبون على وجوههم يدعون إلى نار جهنم دعا، واحدة طريقة مخيفة جدا. كيف يسحبون إلى نار جهنم؟ لأنهم يخافون. شفت أنت الكبش اللي تكون طلعوا في الباطن ما بحش يطلع، هما أكتر هما من شدة الخوف ومن شدة الرهبة، لأنهم يرونها أمامهم جهنم ويحضرون. شفت واحد أنت تحطه على الحاشية هكذا، يحضرون على جهنم الجيثية، على الحاشية يتحط على الركائب نتاعه مربوط ويقعد يشوف في الحاشية تاع جهنم وبعد يرموهم داخل، نسأل الله يعافينا. تعرفوا يا إخواني الكرام، يبقى بعد ذلك اليهود والنصارى والمنافقون والمسلمون، ربعة أصناف يبقوا. يأتيهم الله تبارك وتعالى ويقول ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد نفسنا والإله تعنا. وش كنتوا تعبدوا أيها اليهود؟ كنا نعبد عزير النبي، ما كان راضي بكم. فيقول الله، يقول يا ربنا عطشنا اسقنا، فيأمر الله تبارك وتعالى ملائكته أن يأخذوهم إلى جهنم، فيؤمر باليهود فيلقون في نار جهنم، لأنهم لا يدخل معهم معبودهم عزير، لأنهم ما كان راضيا هو بالشرك الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى له.
الأمر الآخر تبقى النصارى يقول ما كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدون، قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أمة إلا وتسأل يوم القيامة ما كنتم تعبدون. وش كنت تعبد يوم القيامة؟ كنت تعبد الدينار والدرهم، ولا كنت تعبد نفسك، ولا تعبد الله؟ إخلاص لله سبحانه وتعالى هو ينجيك، هنا هو الذي ينجي الإنسان. توحيد الله الخالص الذي لا يصرف معه شيء من العبوديات إلا لله تبارك وتعالى، هذا هو اللي ينجي الإنسان يوم القيامة. كلمة لا إله إلا الله الخالصة التي تمشي وتسري في حياة الإنسان. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عيسى بن مريم، كنا نعبد عيسى. قول الله تبارك وتعالى كذبتم، فيقول ربنا عطشنا، عطشنا حبينا نشرب، لأن ذلك اليوم فيه العطش، هذاك اليوم فيه العطش. ولهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تعطش، لأنها لما ترد الأرض المحشر أول ما يطلبون الناس الماء، فنرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب الناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوا سنته يشربون شربة من ذلك الحوض لا يضمؤون بعدها أبدا. لذلك ما يطلبون الماء، المسلمون ما يطلبون الماء، يشربون من الحوض في البداية. راه ربي أعطاهم كرم، كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من ذلك. فبعد ذلك يقف المسلمون ويأمر الله عز وجل النصارى الملائكة أن تأخذ النصارى إلى نار جهنم. فالآن عندنا الكفار المشركون وكذلك اليهود والنصارى، هؤلاء كلهم يذهبون إلى نار جهنم. احنا نتكلم عن اليهود يعني بنو إسرائيل والنصارى الذين عبدوا الله عبادة صحيحة على دين الإسلام الأولى قبل أن يحرف الدين، فهؤلاء من المسلمين، هؤلاء من المسلمين، يعني الناس اللي عبدت الله تبارك وتعالى وتبعت الأمم، فهؤلاء على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مع المسلمين، لأن المسلمين كلهم بعد ذلك يكونون أتباع للأنبياء. نقف نحن مع أنبيائنا، يبقى المسلمون ويبقوا في وسطهم المنافقين الذين كانوا يشهدون لا إله إلا الله ولكن كذبا وزورا في نفوسهم لا يعتقدون لا إله إلا الله، كانوا ينتمون للمسلمين فقط، متسوسين في وسط المسلمين. هذوك مازالهم داخلين في الصف، مازالهم داخلين في الصف لحد ساعة، راهم ساكنة أم مخبيين، ما دخلوش جهنم، أم في وسط المسلمين. وش يقول لهم الله تبارك وتعالى؟ يقول ماذا تنتظرون، يأتيهم الله ماذا تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا. فيظهر لهم الله تبارك وتعالى على غير صورته، يقول ها ربكم، خلاص تبعوه روحوا معه. فيقول أنت لست، يقولون أنت لست ربنا، لأنهم يعرفونه، لأن احنا في عالم الأزل شفنا الله سبحانه وتعالى. ربي قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالآن احنا في عالم الأزل، يعني في القديم كنا في عالم الذر كما يقولون، في عالم الذري الله عز وجل أحضر جميع الذرية وأشهدنا على أنفسنا وقال أنا ربكم، قلنا له نعم أنت ربنا. وبعد عاود رجعنا في أصلاب آبائنا، وبعد كي خرجنا للدنيا الآن سيمتحنون يوم القيامة، قلنا شفيتوا الآن شفتوني ولا لا، بدلتوا شفتوني وانتم في عالم الذر، لماذا عبدتم غيري في عالم الدنيا؟ فلذلك الله تبارك وتعالى جعل لنا الفطرة هذه. والأمر الآخر يقول لهم بما تعرفونه، لو كان يجيكم الله تعالى الصح وتشوفوه كيفاش تعرفوه، عندكم علامة؟ قالوا نعم نعرفه من الساق. قال فيكشف عن ساق، فيكشف عن ساق، يكشف الله عز وجل عن ساقه، فيدعون إلى السجود المنافقون والذين كانوا يصلون رياء وسمعة ويسجدون رياء وسمعة، يسجد المسلمون والمؤمنون ويبقى المنافق والذي كان يسجد رياء، فهؤلاء يقعون بعد ذلك في حرج. وشن هو الحرج هذا؟ يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الله يأمرنا بالسجود عندما يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه، يأمرنا الله
يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالسجود، فالذين كانوا يسجدون رياء وسمعة يجعل الله سبحانه وتعالى العمود الفقري تاعهم ظهورهم لوحا واحدا، يعني يولي ما عندهمش انحناء، فتتجمد مفاصلهم ويصبح الواحد منهم كاللوح، فيريدون أن يسجدوا فيرجعون القهقرة، يعني يسقطون من الوراء فلا يستطيعون. هنا يبدأ يمحص ربي سبحانه وتعالى عباده. ثم تضرب الظلمة دون الجسر. عائشة رضي الله عنها في حديث، كان حديث في سنن أبي داود ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وصححه الإمام الحاكم في المستدرك، عن عائشة أم المؤمنين، ويقول العلماء أن معنى هذا الحديث وارد يعني مبثوث في الأحاديث الأخرى. عائشة رضي الله عنها تقول: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أبكي. شوفوا المقام، مقام عظيم جدا، لأنه الآن هذا الموقف اللي راح يوقف الإنسان فيه قبل الصراط موقف عظيم. قالت عائشة: بكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قالت له: ذكرت يوم القيامة فبكيت، ذكرت يوم القيامة فبكيت. امرأة في بيتها في عز شبابها تتذكر الآخرة فتبكي، هذا هو الإيمان، أن تبقى مع نفسك تتذكر الآخرة تبكي، هذا هو الإيمان. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه فبكت رضي الله عنها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت يوم القيامة فبكيت. ثم قالت له سؤالا، قالت له: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ أنتم الأنبياء، يوم القيامة تفكروا الأهل تاعكم، نساكم أولادكم وذريتكم تفكروهم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا، في ثلث مواضع ما نذكره حتى واحد. ما هي ثلث مواضع هذه؟ قال: عندما تتطاير الصحف، حين يقال: ها أم اقرأوا كتابيه، حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أم وراء ظهره. هذه واحدة. الثانية: عندما ينصب الميزان، عندما ينصب الميزان فيعلم الإنسان بعد ذلك هل ثقلت موازينه أم خفت. وكذلك عند الصراط، قال: وعند الصراط، عند الصراط حتى يعلم الإنسان هل هو ناج أم مكردس في النار. قال: هذه الثلاث مواطن يا عائشة لا يذكر أحد أحدا. وسأله أنس كما في الصحيح، صحيح مسلم، أنس يقول: قلت يا رسول الله أتشفع لي يوم القيامة؟ تشفع لي يوم القيامة؟ لأنه أنس خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين. فقال له: أتشفع لي يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أين أجدك؟ وين نلقاك يوم القيامة؟ قال: أول ما تجدني عند الصراط، يعني أول ما تلقاني تلقاني عند الصراط. فهذاك المكان يحتاج الناس فيه إلى شيء يشفع لهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاجون إلى رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى يقول الآن: فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وننتظر نحن ربنا، لأن احنا من نعبد؟ نعبد الله تبارك وتعالى، ولا حركة لأي مجموعة إلا مع ربها. وما دام المعبودات الأخرى دات العباد انتهى جهنم، احنا بقينا داخلين، المسلمين متسوسين في وسطنا. فيضرب الله ظلمة لا يرى الإنسان حتى يديه، ظلمة، ظلام دامس لا يستطيع إنسان أن يرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيضرب الصراط. شوف الآن، قال: في الظلمة دون الجسر. بعض العلماء يرى أن الظلام في جميع الأهوال، وهذا يعني بعيد، لأن حديث تكذبه، بحيث أننا إحنا وكان جاء الظلام يوم المحشر الشمس تدنو على رؤوسنا. وعائشة رضي الله عنها قالت لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يكونون حفاة عراة، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، لو كان يضرب الظلام دامس في الأرض المحشر يعني ما يحتاج هذا الكلام أصلا. فالظاهر أن الظلام يكون على الصحيح من أقوال العلماء، على أكثر من 3 أقوال، الصحيح أن الظلام يكون دون الجسر، كي نكونوا راح نبدأوا في الجسر، لأن الجسر يضرب على نهر جهنم، على جهنم الجسر، كان أرض المحشر العرصات يسموها، عرصات يوم القيامة، وين صرات الكتب والميزان والحشر وكذا، ثم بعد اللي هي أرض المحشر أرض الشام، وأمامها جهنم، فوق جهنم يحط ربي الجسر اللي هو الصراط.
الذي هو كما قال سنذكر أوصافه. ثم الصراط هذا بعده يخلص الناس إلى مكان يسمى العرصات كذلك، هذاك المكان يوقف الناس فينصب لهم جسر آخر اللي هو جسر المظالم، ثم بعد ذلك تكون الجنة. يعني كان أرض المحشر، أرض المحشر صور معايا، أرض المحشر جسر تاع الصراط، ومن بعد تحته جهنم، وبعد ذلك كاين مكان يقف فيه الناس ثم يضرب لهم جسر مسيرته شهر، جسر المظالم قنطرة. ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي القنطرة مكان يحبس فيه الناس على مصارع يسموهم أبواب، كما نقولوا احنا لي بورتاي، أبواب كبار اللي هما أبواب الجنة. نسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم. ثم تبدأ الجنة، ثم تبدأ الجنة. عندنا أرض محشر وحساب، عندنا النار وفوقها صراط، عندنا بعد ذلك الجسر، وعندنا بعد ذلك الجنة. الحكاية تمشي هك يعني بهذه الطريقة. فإذن احنا الآن ماشيين هك رايحين إلى في الصراط. فالآن لما وقفنا عند الصراط باش نبدأ ونمشيه، ضرب الله ظلاما. والآن شوفوا الصراط كيفاش أوصافه. أولا الصراط ضربه الله تبارك وتعالى على النار، تحته واش كاين؟ جهنم. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني وش فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه روغان. وش فيه روغان؟ يعني بمعنى يتحرك مثل الثعبان، يعني يمشي هكذا يطيح ناس، يطيح الناس بعضهم فوق بعض، يطيحوا الناس بعضهم فوق بعض. الأمر الثالث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحد من السيف، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب الصراط وهو أحد من السيف. وجاء عن ابن مسعود أو عن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف وأدق من الشعر، تخيلوا، الله أكبر. تخيلوا إخواني الكرام، صراط تحت جهنم، يعني كل فتيل شعرة وأحد من الموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حده كحد الموسى، أحد من الموس. وزيد على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مدحضة مزلة. وش معناتها مدحضة؟ دحض مزلة. الدحض بمعنى السقوط، ما يخليكش تحبس، ما يخليكش تحبس روحك. وزيد مزلة يزلق، هو أصلا شعرة، شعرة. وزيد على سيف كحد السيف، وزيد على ذلك فيه روغان، أحيانا يتحرك يطيح ناس. وزيد على ذلك أنه يزلق، وزيد على ذلك أنه مدحض، مشي ثابت يحرك الناس. هذه أوصافه. مسيرة شهر يمشي الإنسان فيها، وكل واحد كيف يكون حواله. سنذكر أنواع الناس في المرور على الصراط. هذا وصف الصراط وحده فقط، منصوب على ماذا؟ على جهنم. قال عليه الصلاة والسلام فيه كلاليب وخطاطيف، كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، وحسك كشوك سعدان. وش فيه هذا الصراط؟ وكان جاء هذا برك يعني بالك شوية، أن هذا الصراط فيه كلاليب، والكلاب الذي له فكان يأتي إلى الشيء فيأخذه بإحكام. فالكلاليب هذه أمرت كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج عنق من النار ويطلع فوق الصراط. شوف الصراط هاوليك، يخرج العنق، يخرج عنق في من النار وينظر، مأمور باش يجيب ناس يهبطهم. هذو قالوا لا إله إلا الله، ناس مسلمين، ولكنهم سرعان ما زنوا وارتكبوا الفاحشة وسرقوا وقتلوا ونهبوا واغتابوا ونمموا وفعلوا كل ما يغضب رب العالمين. ولهذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر قاعدة في الصراط، قال هنا يقف المسلمون وهم على أنواع، قال أو يقف الناس في يوم القيامة وهم على أنواع، قال لا يدخل النار أو لا يدخل الجنة أحد كفر بالله، يعني كان مات كافرا ولو كان يعمل أعمال البر، هذا ما يدخلش، مستحيل ليشرك بالله، لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل يدخل. هذا حرام عليهم، مات لا يشهد لا إله إلا الله، حرام عليه الجنة. كما قال عليه كما قال وتدل القاعدة، يعني هالقاعدة من مجموع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع، أدلة قطعية
تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يخلد في النار لا إله إلا الله ولو مات عاصيا، ما يخلدش في النار حتى ولو ربي يدخله النار عذبه ما دام قال لا إله إلا الله، ما يخلدش في النار. وكذلك تدل على ماذا؟ على أن من مات على المعاصي الكبيرة، مات ارتكب كبائر كما احنا نسيناهم نديرهم ما نتوبوش إلى الله. القاعدة تكون احنا على القاعدة دي احنا نمشيو. ولهذا الآن لما ربي سبحانه وتعالى ينصب الصراط قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم أحد، شوفوا من أوصاف الصراط يتكلم فقط واحد ما يتكلم كلمة ما كاش واحدة ما كاش واحد ما يتكلم. من يتكلم؟ الأنبياء. وش يقولوا الأنبياء؟ هل يتكلموا أي شيء؟ لا، يقولون اللهم سلم سلم فقط، هذا واحد يتكلموا الأنبياء. وعنده الكلاليب تخطف ناس، وعنده الخطاطيف، الخطاطيف هي يعني طويلة وفيها عقف يعني معقوفة معوجة باش تقدر تخطف الناس، خطاطيف. وفيها حسك، الحسك هو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، شوك السعدان هذا في نجد، وهو شوك، هذا الشوك هذا سريع الأخذ، يعني بمجرد ما تفوت عليه أنت يلصق فيك الشوك هذا. وشبهه النبي عليه الصلاة والسلام الشوك هذا على حافة الصراط، قال النبي عليه الصلاة والسلام كشوك السعدان. لماذا شبهه هكذا؟ قال الإمام زيد بن المنير قال لأنه شديد الأخذ، يعني هذا الشوك اللي حطه ربي على الصراط شديد الأخذ. يعني شوف الآن احنا تحتنا جهنم وراح نمشي على الصراط، والظلام يا إخواني الكرام ظلام دامس لا يرى الواحد شيئا، ظلام دامس يضرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من الأحبار كما في حديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم، جاء رجل من أحبار اليهود من العلماء اليهود فقال يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكونون في الظلمة دون الجسر حين يضرب الجسر على ظهري جهنم، على ظهري جهنم يعني في طرفي جهنم من الطرف للطرف، ويضرب وتكون ظلمة هناك في ذلك المكان، ظلام شديد ظلام شديد. الآن الصراط قلنا هذه أوصافه، وفيه كذلك شيء مهم جدا الصراط وهو ينجي الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويؤتى بالأمانة والرحم، الأمانة والرحم، الأمانة بمفهومها بمفهومها كما هو عند السلف، منهم من قال الأمانة الدين، ومنهم من قال الأمانة هي كل ما اؤتمنت عليه، ومنهم من قال الأمانة هي الصلاة، ومنهم من قال هي العبادة. والصحيح أن الأمانة كل ما استأمنك الله عليه من أوامر ونواهي ومسؤوليتك اللي أعطاها لك الله، بناتك وزوجتك والمال اللي أعطاه لك الله عز وجل وصحتك وعقلك، كل النعم التي أعطاها الله عز وجل لك من أجل أن ترعاها هي أمانة عندك. وأعظم أمانة استأمننا الله عز وجل عليها هي الدين، هذا التكليف، قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وإشفقن منها وحملها من؟ الإنسان، حملها الإنسان وهو راح يسأل عنها يوم القيامة. والرحم، الرحم الإنسان اللي يقطع أخوه يقطع ولد عمه ولد خاله وعمه وخاله من أجل أكرمكم الله قمامة الدنيا من أجل أمور تافهة، وعرضته ما جانيش، سلمت عليه ما ردليش، أعطيت له هدية ما أعطانيش، غير أمور تافهة أمور دنيا، من أجلها يحرم الإنسان نفسه من النجاة يوم القيامة على الصراط هذا. وينقسم الناس في الصراط إلى أقسام كما سيأتينا، وينجيه الإنسان الله سبحانه وتعالى. أعظم ما ينجي الناس يوم القيامة بعد التوحيد في الصراط الأمانة والرحم، الأمانة وصلة الأرحام هذه تنجيك يوم القيامة في الصراط. فالإنسان يتزود ويملأ رصيده من هذه الأعمال الخيرية التي لها علاقة بالأمانة ولها علاقة بصلة الرحم، عسى الله ينجيه يوم القيامة بعد كلمة لا إله إلا الله. ولهذا شوف لما يضرب الله عز وجل الظلمة ظلام دامس ماذا يقع الآن؟ يطلبون الناس الضوء النور حتى يستضاء لهم الطريق، ما يقدر واحد يمشي فوق الصراط. فيقول الله تبارك وتعالى على المؤمنين، المؤمنون يؤتون نورهم يسعى بين أيديهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من يؤتى نوره
كالجبل، جبل الله يبارك ما شاء الله، يضوي كلش بين يديه نوره هذا. لا قال فيؤتى الناس، يؤتى الناس أنوارهم على قدر أعمالهم، يؤتى الناس أنوارهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل، يعني قيسوا، ومنهم من يؤتى نوره يعني دون ذلك، إلى أدنى الناس نورا وهو رجل يؤتى نوره في أصبعه، في صبعه تعرجله، قيس صبعه فقط، هذا أدنى الناس، مسكين ما عندوش كثير من الحسنات، رصيده ضعيف، أضعف واحد يستطيع ينجو هو إنسان يعطيه الله تبارك وتعالى نوره في أصبعه في قدمه. قال ينطفئ مرة ويضيء مرة، فإذا أضاء مشى وإذا انطفأ توقف، هذا آخر واحد. والناس لما يعطيهم الله تبارك وتعالى النور، قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذه الآية في هذا الموقف. والنور هذا على حسب عملك. شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. صلاة المغرب جي في الظلام، صلاة العشاء جي في الظلام، صلاة الصبح وما أدرك ما صلاة الصبح اللي رانا ننام عليها كثيرا في الظلام، هذه الصلوات في المساجد إنما هي سبب في تعظيم النور في الصراط. بشروا المشائين، بشرك النبي عليه الصلاة والسلام، بشروا المشائين بالنور التام يوم القيامة في المساجد في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، والصلاة نور، صلاتك هي نور. وزيد على ذلك يرد الناس والحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، الوضوء نور، الوضوء نور. وقيل من بين ذلك سورة الكهف نور، وغير ذلك من الأعمال الصحيحة. قال العلماء مفاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤتى الناس أعمالهم على قدر نورهم على قدر أعمالهم، إنما ذلك دليل على الأعمال الصالحة كلها، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى. إذا إنسان جاء بأعمال أعطاه ربي نور، وراح تكون سرعتك على الصراط على قدر نورك، على قدر النور تاعك. فلذلك الآن يطلبون النور، يعطيهم الله النور. المنافقين كيف يعطيهم الله النور؟ المنافقين رغم داخلين في وسط المسلمين، كيفاش يمد لهم النور؟ يقولوا يا ربنا أعطينا نور، أعطينا نور احنا كما هما، فيعطيهم الله النور. لماذا أعطاهم الله النور؟ قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله في الدنيا وهو خادعهم يوم القيامة. كما خدعوه في الدنيا حبوا يبينوا روحهم مسلمين وهم كفار، أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، سيخدعهم الله يوم القيامة. إن المنافقين يخادعون الله في الدنيا، بمعنى في الدنيا، وهو خادعهم يوم القيامة عندما يريدون أن يعبروا الصراط. يقول لهم الله عز وجل خذوا هذا النور، فيأخذون نورهم. والآن الدنيا شوف راح يبدأوا يمشيوا فوق الصراط، ولكن مخلطين مسلمين منافقين، مخلطة لداخل، وكل واحد مدي النور تاعه، كل واحد وش عمروا له والشرجوا له النور تاعه مليح، وراه رايح. واحد عنده ما شاء الله الضوء يمشي مليح، واحد عنده كيما احنا في لطورت، شفتوا لطورت؟ تلقى واحد عنده لمبة واحدة طافية محروقة، وواحدة على اليمين غير الفيوزة شاعلة، تلقى حاكم اليمين يمشي غير بالعقل برك، يقول لك ما يشوفش مليح الله غالب، والاخر يجي يبدا يكزينو هاك 200 يمشي، الاخر يشعل هالدنيا تشعل كامل يمشي 200، عنده الدنيا ضاوية. فاحنا يوم القيامة في الصراط نمشي على قدر النور. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فناجي المسلم، ثلاثة أنواع. شوفوا شكون الآن كيف أقسام الناس في الصراط. فناجي المسلم، هذا الناجي المسلم شكون هو؟ الذي يمر. قال فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم. شوف يعطون النور على قدر أعمالهم، ويمرون في السرعة على قدر أعمالهم. قال فمنهم من يمر كالبرق، نسأل الله نكون منهم. قال يمر كالبرق، وهذو الأنبياء والصديقون والناس الصالحين، هذو الناس
الذين عندهم طريق ممهد إلى الجنة يمرون كل برق على الصراط، حاجة هذوك اللي حكينا عليهم الكلاليب وكذا مش فيهم كان كل برق كل برق، نسأل الله من فضله العظيم. قال ومنهم من يمر كالريح، شفت الريح كالريح هذا شوية تحت البرق. قال ومنهم من يمر كما كماذا يمر كالرجل، يعني الذي يركض، يعني الراجل الذي يركض. ومنهم كالأجاويد، أجاويد الخيل، يعني الخيل المخيرة الجيدة، الخيل الجيدة اللي عندها تجري مليح. منهم من يمر كذلك هكذا، ومنهم من يجري يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يحبو مرة ويزحف مرة. آخر رجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام آخر رجل ينجو من النار. هذا اللي ينجو من النار كاين زوج قصص، كاين واحد راح يخرج من النار في آخر المطاف بعد الشفاعات، وكاين هذا اللي يمر على الصراط، الاثنين كاين حديثان. فواحد هذا اللي يسلك في الصراط هو ذاك الذي كان عنده صبعه يشعل ويطفئ، فقال آخر من يمشي يمشي على مقعدته، يقعد يقعد ويخاف يطيح، ما يمشيش على رجله. فماذا يفعل المسكين؟ قال يقعد على مقعدته ويزحف زحفا وهو يمشي، هذا آخر الناس. ولكنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فناج مسلم، الأولين اللي راحوا كالبرق والريح، ونسأل الله نكون منهم، أجاويد الخيل هذو جازوا يجريوا راحوا، هذو الناس الصالحين والطيبين والأنبياء والصديقين والناس اللي تخاف ربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي حافظوا على الصلوات، والناس اللي يستغفروا الله، والناس اللي صفوا نفوسهم في الدنيا قبل الآخرة، والناس اللي يحاسبوا نفوسهم دائما، هذو يفوتوا راحوا وقعدوا هذوك اللي خاربينها مع الله سبحانه وتعالى. فهذوك ربي يعطي لهم النور. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمكدوس مكردس ناج، ناج مكردس، قال ومغموس في نار جهنم، ثلاثة أنواع. قبل هذا الناس المنافقين، أين هم المنافقون؟ لما يمشوا الناس على الصراط يدخلوا الناس يبدأوا يمشيوا، لازم تمشي ما عندكش خيار، لا تستطيع الانتظار، ليش تقولوا نبقى هنا، ليش تقولوا نبقى هنا؟ لأن الله تبارك وتعالى، ربما المشايخ تكلموا على القصة هذه من قبلي، لأن الله تبارك وتعالى سيجعل الناس ثلاثة أضرب خلائق، قوم في جهنم، وقوم في الجنة، وقوم وين؟ قوم هم الدواب التي لا تعقل، يقول لها الله تبارك وتعالى بعد الجسر اللي راح نتكلموا عليه، يجيبهم الله الخلائق ويقتص منهم، قل أكوني ترابا فتكون ترابا، ثم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الإنسان أن يكون ترابا. ولذلك عمر بن الخطاب وغيره من السلف رحمهم الله، أبو بكر الصديق، يؤثر عنهم أنهم كانوا يقولون يا ليتنا كنا ترابا، يعني في الدنيا يقول لك يا ليتنا ما وجدنا، يعني من شدة ما حكى لهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنة والنار. وثم المنافقون يعطون النور ويقولهم الله تعالى تبارك وتعالى يلا روحوا روحوا في الصراط، فيمشوهم في الصراط في وسط المسلمين، يبدأوا يمشيوا هم، بمجرد ما يدخلون إلى الصراط يأخذ الله منهم النور، ينطفئ نورهم. هذا هو مخادعة الله للمنافق، أنه يأخذ منه نوره أثناء الصراط في وقت الصح، لأنهم كانوا يخادعون الله في الدنيا، فينطفئ النور، النور تاع المنافق ينطفئ يروح. ماذا يقع لهم المنافقون؟ المنافقون يقولون للمؤمنين اللي راهم معاهم في الصراط، يقول لهم انظرونا نقتبس من نوركم، يقولوا شوف معايا انت يا عندك الضوء، ضويلي نمشي معك، ضويلي نمشي معك، انظرونا نقتبس من والفوا والفوا في الدنيا، دائما مدسوسين تحت الناس، يحفروا للمسلمين، يندسوا في اوساطهم، يقولون لا اله الا الله، يصلون معهم في المساجد ويشقون عصا المسلمين ويثيرون الفتن، مصنوعين هذا الشيء إلى يومنا هذا، جامعات وجامعات وجامعات، حتى في تل أبيب كان جامعة إسلامية تخرج دعاة، تراك تشوف فيهم الآن في الأنترنت يديروا دروس للناس ويشرحوا التفسير والحديث ويدخلوا للناس أمور ويدورهم عن دين الله عز وجل، ويقول لك أنا مسلم، قل لك أنا مسلم، وتتشوفوا باللحية وما شاء الله وكذا، هو متخرج من جامعة قاري العربية وقاري الدين خير منك،
باش يضلك. هذو منافقين داخلين في وسط المسلمين الى يوم القيامه، مازال المنافقين كاينين. ما تقولش هم كانوا غير وقت الرسول عليه الصلاه والسلام، وهم اشد عداوه واشد خطوره من الكافر الظاهر. فلذلك الله يجازيهم بهذه الطريقه، انه ينطفئ النور، فيقولون للمسلمين انظروا، للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. وش يقول لهم؟ قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا النور. عاودوا وليوا الصراط. وين بدا الصراط؟ عاودوا وليوا. من عطاوكم النور المره الاولى عاودوا وليوا تما تديوا النور. يعاودوا وليوا والمسلمين عاودوا مشاو راحوا. وش يصرى من بعد؟ يتفرزوا. يتفرزوا هنا. يوليوا المنافقين يوليوا اللور، عاودوا ولاو من البدايه باش يروحوا يجيبوا النور، والمؤمنين مشاو راحوا. هنا في هذه الحاله فضرب بينهم بسور له باب. هنا فوق الصراط. ربي يضرب لهم السور، هذا هو الصحيح. فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمة من جهة المؤمنين، وباطنه من قبله العذاب من جهة المنافقين. فيريدون أن يرجعوا فيجدون ماذا؟ يجدون سور فيه باب، فإذا به يأمر الله تبارك وتعالى فيسقطون كلهم في نار جهنم. كلهم يذهبون خالدون مخلدين. ولكن أين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل، في قاع جهنم الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان جالسا في المدينة مع أصحابه، فسمع وجبة عليه الصلاة والسلام، وسمع صوت شيء عظيم طاح سقط، وهي صخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سمعتم هذا الصوت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر سقط منذ 70 خريفا فما وصل أو إلى قعر جهنم إلا الآن. 70 خريف، 70 سنة من اللي طاح الحجر هذا، هذا وصل قعر جهنم. تم هذاك القعر الذي فيه أشد العذاب، هناك يكون عذاب المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من النفاق. يبقى المسلمون ينقسمون إلى 3 أقسام. وأكيد يا إخواني الكرام أن المسلم الآن هنا اللي راح يسقط ويتعذب على قدر الذنوب والكبائر التي يرتكبها ولم يتب منها. والتائب من الذنب ليخلص عند رب العالمين ويلحق عند ربي عز وجل تائبا، عليه التوبة مليحة كل يوم، كل يوم توبة. إلى الحق التائب اتهنى مرتاح، راح تروح من الأولين، راح تروح من الناس اللي جازوا يجري. المشكلة هنا وين؟ الناس اللي جاءت بالذنوب الكبيرة، ذنوب التي تغضب رب العالمين، أكل أموال الناس، أشياء كثيرة جدا. لأنه المظالم هنا، المظالم راح تتحاسب عليها في الميزان وفي الصراط وفي جسر المظالم. المظالم تتبع ماشية معاك، مصيبة المظالم، مظالم العباد. ولهذا لما ينصب الله عز وجل الصراط ويكمل المسلمون، فتكون السرعة على ما قد ما ذكرنا، ويكون النور على قدر الأعمال كما ذكرنا، ويكون الناس على 3 أقسام: ناجي مسلم لجاز الناس، ما اخطفهم كلاب ولا سقطوا بشوك ولا سقطوا في نار جهنم ولا أخذت منهم النار شيئا ولا توقفوا ولا انطفأ نورهم. هادو ناس ينجون، ناج مسلم يخرج سلامات ويسلك، ومسلم وناج مكردس. وش معناتها ناج مكردس؟ يعني هذا الناج المكردس هو الإنسان الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: يحبو مرة ويزحف مرة، مرة يحبو ومرة يزحف مسكين. هذا الإنسان تأخذ منه النار على قدر معاصيه، تخدش منه النار، مخدوش مخدوش. هذا الآن الناجي المخدوش، يعني هذا الإنسان المخدوش هذا، هذا المخدوش كيف تخدش النار؟ ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف، قال: فيسقط فيسقط فيتعلق بيد واحدة ورجل واحدة، ورجل ويد يد واحدة ورجل واحدة تبقى معلقة في السماء. يعني شوف يا إخواني الوقت تاع الأذان، خلاص نقعدوا معلقين حتى نأذن، نسأل الله ينجينا وإياكم. أشهد أن لا إله إلا الله.
إذن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالطير، منهم من يمر كالسحاب. أحاديث كثيرة تبين درجات الناس ومراتب الناس في السرعة في المرور على قدر الأعمال، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أتى إلى ذلك الذي له نوره قدر إبهامه. الإبهام تاع رجلك، صبع تاع رجل الكبير، هذاك هو الذي يضيء للإنسان مسكين الضعيف. هذا الإنسان قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فيمشي تارة ويحبو تارة، يمشي تارة، فإذا أضاء له، إذا أضاء له الأصبع هذاك يمشي على يعني قدر بطيء لأن الضوء قليل، وإذا انطفأ الأصبع توقف. قال عليه الصلاة والسلام: فتعلق رجل وتسقط رجل، تعلق رجل ويد، يعني يبقى شاد هذا الإنسان، معلق رجل شادة ويد شادة، وتبقى رجل ويد معلقة. قال: فتأخذ النار في جنباته، تأكله النار، يعني النار تأكله بالطول، الجهة اللي ساقطة تأخذ منها النار. شوفوا النار إخواني الكرام، النار قريبة من الصراط، قريبة جدا، بحيث أنها تحت الصراط مباشرة. وهذا الحديث فيه دليل على ذلك، لأن الإنسان، ما هو الإنسان؟ شوفوا الإنسان جسمه، لو الإنسان يعلق، يتعلق بيد ورجل، وتبقى يد ورجل تحت، النار كلات النص هذا كامل كلاته، معناتها النار راهي واصلة، جهنم راهي واصلة حتى للصراط، ونحن نمشي فوقها. وسبحان الله، تعرف أنه العظيم كما ذكر العلماء، قالوا لو أن الإنسان يستحضر الأحاديث سيجد أن المشي على الصراط معه يصطحبه أهوال وسقوط الناس. تخيل الناس تسقط، ملايير البشر، الناس اللي يسقط وليعيط، وزيد على ذلك زفير جهنم يسمع لها أزيز، جهنم يسمع لها الزفير والأزيز والصراخ، هذا كله يقع والإنسان على الصراط في محنة عظيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الأنبياء: اللهم سلم سلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم سلم سلم. وأول من يعبر الصراط هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قال: أول من يعبر الحبر هذا الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن يعبر أولا؟ قال: المهاجرين من أمتي، المهاجرين اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. وفي رواية أخرى في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول من يعبر الصراط أنا وأمتي. النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، وزد من أمته الذين يعبرون أولا هم من؟ فقراء المهاجرين الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا فقراء. وزيد على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأول زمرة تعبر الصراط وجوههم كالقمر. أول زمرة فوت الصراط وجوههم كالقمر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فات الصراط، قال: فأقف عند الصراط وأدعو وأقول: أمتي أمتي. النبي عليه الصلاة والسلام يفوتنا، يسبقنا يجوز على الصراط، هو الأول، ثم يبقى ينتظر فينا، ينتظر لأنه مخلص لنا عليه الصلاة والسلام. يعني كيف لا نحب هذا الرجل، سبحان الله، كيف لا نحب هذا الخلق العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى رحيما بالأمة. هو يمر
شوفوا الأمة كلها نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام، يمر الصراط ويقف عند حاشية الصراط وينظر إلينا ويقول يا ربي أمتي أمتي، يدعو لنا عليه الصلاة والسلام. فيمر الناس ويعبرون من الصراط، فقال النبي عليه السلام كاين اللي يمر سلامات ناجي المسلم، وكاين يمر مسلم ولكن مخدوش تخدش النار. هذا مثل الذي قلنا عليه أنه مر جاز فات ما طحش في جهنم ولكن خدات منه النار. وكاين الناس تأخذ منه الكلاليب والشوك وغير ذلك. هذه الكلاليب والشوك ماذا تفعل؟ هذه تسقط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مكردس في النار. المكردس هو النوع الثالث الذي يسقط. من الذي يسقط؟ هم الذين ماتوا على الكبائر ولم يغفر الله لهم، هذا لازم يتعاقبوا. وكل واحد منهم إلا ويقع على ظهر جهنم، يطيح من فوق في جهنم فيفحم، يتفحم. لأن عذاب المؤمن في النار عنده عذابان. عذاب الأول المسلم عنده عذاب القبر، هذاك اللي سمعتوه في الرؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤية طويلة قال رأيت هذا يأتيه بالكلاب وهذا يفعل كذا، هذيك في عذاب القبر على الصحيح. وكاين عذاب آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هذاك عذاب القبر. وكاين عذاب في نار جهنم، هذاك العذاب الذي سيكون يوم القيامة. إلا أن عموم المسلمين الذين هم عصاة المسلمين الذين يدخلون النار، نسأل الله يعافينا وإياكم، هؤلاء يدخلون فيفحمون، يعني غير يطيحوا فيها، هذو خاطيهم هذيك تاع تبدل جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير، هذيك الكفار. أما المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيسقطون فيتفحمون، فيكونوا كالفحم، كي يطيح في نار جهنم تفحموا نار جهنم حتى تجي الشفاعة ويخرجهم الله تبارك وتعالى فيجعلهم في نهر الحياة. وهذاك أمر آخر إن شاء الله تسمعونه ربما مع شيخ آخر إن شاء الله. إلا أن احنا لما يمر الإنسان الآن، شوف ثلاثة من الناس، مرة من؟ مرة الإنسان الناجي مسلم كالأنبياء وغيرهم ما سرالوا شيء. ومرة من؟ مرة الإنسان سالم مسلم ولكن مخدوش، هذاك اللي تعلقت رجله ويده وأكلت منه النار ولكنه فات مشى خرج سلك. هذا ماذا قال؟ قال فإذا به لما ينجو ماذا يقول؟ الحمد لله لقد نجاني الله منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا من الآخرين، هكذا يقول. هو مسكين كلت من النار ولكن كيشوف روحه سلك يتعذب معها باش يخرج، هذاك الصبع يطفى ويشعل ويحبس مسكين وعندهم يطيحون فيه يعني عنده مسكين ما يحبس، فهذا يحس لها طويلة. فلذلك نسأل الله السلامة والعافية يتعذب، ولكنه لما يشوف هذاك العذاب ويسلك لما يكمل الجسر ويسلك في الصراط يحمد الله ويحس روحه ربي أعطاه نعمة ما أعطاها الواحد، فيقول ينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني الله منك، ويقول الحمد لله الذي لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين من الآخرين، يحس روحه مخير. لماذا؟ لأنه شاف هذاك النار نسأل الله العافية. إحنا يا إخواني الكرام لو شعل واحد فينا بريكي في صبعه الآن ما يقدر، والله ما نقدر، والله يا ربي ما نقدر على النار هذه فنجينا منها. ولذلك سبحان الله النار أمرها عجيب. فنحن الآن نمر، عندما نمر على الصراط ونروح البر الأمان، كل من يمر على الصراط وجبت له الجنة. شوف الآن لما نروح هل انتهت الحكاية؟ مازال كاين جسر، هذا الجسر هو جسر المظالم. هذا الجسر قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحبس الناس على قنطرة، يعني إذا مر الناس على الجسر على الصراط اللي مضروب على جهنم، قال عليه الصلاة والسلام ثم يحبس الناس فيضرب جسر إلى الجنة يسمى جسر المظالم. قال فيحاسب الناس، يعني يقتص فيه بين الناس بين الخلائق حتى إذا نقوا وهذبوا أدخلوا الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لأحدهم أهدى إلى منزله إلى الجنة منه في الدنيا، يعني الإنسان كي يكمل ربي سبحانه وتعالى يكمل الصراط ينصب لنا الله عز وجل هذا الجسر. هذا الجسر هذا
هناك يقتص الله سبحانه وتعالى من الناس. هنا كاين نقطة، كاين مظالم لا شفته في المفلس، حديث المفلس. أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويكون قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. هذا الإنسان وش يصرى له يوم القيامة؟ يأخذون من حسناته، هذيك في الميزان، هذيك في البداية. ولذلك قال: فيؤمر به فيطرح في النار، فيؤمر به فيطرح في النار. هذا يطرح في النار لأنه حسناته مكفوش. الآن اللي راح هذا كراو يتعذب في النار، الآن اللي راح يدخل الجنة هذا كون مازال ما يخرج، هذا كون بعد بالشفاعات، فيشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الصالحون حتى تشفع الخلائق والأصحاب وغيرها، حتى تنتهي الشفاعات فيشفع رب العزة ويقول: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من دينار من إيمان، إلى أن يقول: اخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، ويبدأ يخرج رب الناس من النار. هذيك من بعد. ولكن هذاك اللي طاح في النار مكفاتوش مظالم، سبك ضربك ديت له انت الحسنات مكفاوهش، يجوا يحاسبوه لقاو سيئات اكثر، اداوه جهنم. هذا يسقط في جهنم ويسقط صاحب الكبيره، هم الذين يسقطون في جهنم. الان الذي يروح للجسر المظالم شكون هو؟ هو الذي استوفت حسناته، يعني حسناته اكفاته باش تنجيه من الصراط. خلاص يعني بعد ما اقتص من الناس في الحساب قبل الصراط اقتص من الناس، ولكن كي اقتص مع الناس هذا الدال وهذا الحال وهذا سب وكذا، ولكنه سلك عنده هو تاني يسال منا يسال منا، عنده الحسنات بزاف خرج رابح، رغم انه بعض الناس داو له حسنات بصح عنده حسنات بزاف، سلك يعني الحسنات اكثر من السيئات، فهذا السلك جزع الصراط بصح مازال عنده حسابات مع ناس اخرين. هذا الان يتحاسبوا اهل الجنه فيما بينهم، يعني الان الحساب هذا ما يدخلش جهنم. ولذلك العلماء يقولون: هل يمكن ان يعود انسان من جسر المظالم الى النار؟ لا يمكن، لا يمكن، لان جسر المظالم انما قال النبي عليه الصلاه والسلام: حتى اذا هذبوا ونقوا. علاش داروا ربي سبحانه وتعالى؟ دار هنا لامرين اثنين، اولا للتنقيه والتصفيه. احنا ينقينا، انت ظالم ما يليقش تدخل الجنه، لازم تدخل نظيف، ينقيك، يقول لك هذا فلان تحاسب معه، ينحيلك هذاك، ينحيلك، ولكن ما ينحيلكش حوايج اللي يدخلوك جهنم، قد ما ينحيولك ما يدخلوكش جهنم، ينقصوا لك في الدرجات نتاع الجنه، يعني ما تديش درجه كبيره، الا لحولك بزاف ناس. هذه الاولى. ثانيا انه الانسان المظلوم، انت ظلموك، مازالك حزين، خوك يصلي معك في المسجد راك حزين منه، في زوج حتدخلوا الجنه. ربي عز وجل ما حبكش تدخل وانت يا حاقد عليه، يعطيك حقك تما ترتاح هذاك الجسر، ترتاح وهو يرتاح، تدخلوا خاوة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، تما في الجسر هذه تصرى. الأمر الثاني هو أن ربي سبحانه وتعالى مقدر للناس كل واحد المنزلة تاعه. في جسر المظالم تضبط المنازل، كل واحد يدخل في منزلته، ولذلك جسر المظالم هذا هنا ربي سبحانه وتعالى يقتص من كل أحد حاجة ما تفوت، حاجة ما تفوت. إنسان تكلمت فيه تكلم فيك، ولكن في زوج حتدخلوا الجنة، أما الأولانيين فهذيك واحد رايح للنار، فيها النار، هذوك الأولى اللي يقول له خذوه إلى النار هذاك خلاص فيه النار. هذه الثانية في الجسر، لأن الإنسان كاين بزاف ناس يقول لك أنا يا ما عيش مشكلة سمعت في جسر المظالم، مادام كان جسر المظالم حتحاسبوا تما، داخلين تاع جسر المظالم قاعد يدخلوا الجنه، يقول لك ماشي مشكله سما نغتاب ويغتابني ومن بعد نتصفاو في جسر المظالم. لا لا، كاينه قبل كاينه قبل الصراط، ربي عز وجل يدير الميزان ويزكي للناس ويقول لهم هذا او يسال له هذا يسال هذا يسال هذا يسال، يديوا له الحسنات كي يجي يعمر الميزان تاعو يلقاه فارغ. فيؤمر به فيطرح في نار جهنم، هذا حديث المفلس هنا. ما ديرش حسابك انت باللي في المظالم راح تحاسب، المظالم هذيك كي تكون انت استوفيتها وكملتها وجبت بالحسنات تما راح ينحيوا لك الناس اللي يدخلوا معك الجنه. فالانسان يفرق بين هذه وهذه حتى ما يغطرش في الدنيا ويعمل ما شاء. ثم بعد ذلك اذا هذب ونقوا خرج الناس وامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بان ينتظروا، غير يكملوا الصراط. هذاك الجسر تاع المظالم مسيرته شهر،
غير يعبروه الناس ويقتصوا فيه، فإذا بهم يقفون عند مكان يجدون أبواب واسعة، مصراعي الجنة، أبواب الجنة. المصراع مسيرة 500 سنة أو مسيرة 40 سنة، يعني كما بصرى والشام، كما بصرى واليمن وعدن، يعني يمشي الإنسان مسيرة 40 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أتخيل الباب الواحد، المصراع، المصراع، مصراع الجنة، قال ما بين مصراعيها. وش معناتها بين مصراعيها؟ معناتها زوج دفات انتحى، كما قلوا احنا بورتاي تاع الجنة، ثمانية أبواب، تصرى زحمة كبيرة عند الجنة، فيفتتح محمد صلى الله عليه وسلم يرقرقها، يعني الحلقات تاعها، هذيك الحلقة هذيك اللي يطبطبوا بها، يرقرقها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح النبي عليه الصلاة والسلام، يفتح له، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل الناس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأحدهم حتى إذا هذبوا ونقوا أدخلوا الجنة، وإن أحد ولا أحدهم، يعني الواحد فينا، لأهدى إلى منزله. كي يطلقونا هكذا ندخلوا الجنة، إن شاء الله ندخلوها سالمين يا رب. كي يطلقونا داخلين الجنة هكذا، أنت ما تقولش وأنا وين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى إلى منزله. تعرف، تعرف بلاستك في الجنة، منزلتك في الجنة خير من اللي راك تعرف داركم في الدنيا. قال أهدى إلى منزله في الجنة أكثر منه، يعني منه في الدنيا، يعني تولي تعرف مكانك، غير يطلقوك يحلوك الباب تروح تلقى مكانك في الجنة. تعرفوا يا إخواني الكرام، أدنى واحد في الجنة شحال يدي؟ 11 مرة الدنيا، 11 مرة الدنيا. شفت الدنيا هذه اللي رانا احنا بالك حياتك كاملة وانت تتضارب وتسب في الناس، وربما تقطع العائلة على جنب 100 ولا 200 متر. يوم القيامة 11 مرة الدنيا، أدنى إنسان، أدنى واحد، الفقير تاع أهل الدنيا الجنة يدي 11 مرة الدنيا. وإحنا شوفوا ورانا نتبعوا وقلوبنا وراهي متعلقة. تعرفوا هذا الشيء اللي حكيت لكم عليه أنا الآن، والله وطلح وبالله إنه لكائن وستمرون عليه جميعا، أسأل الله أن يجيني وإياكم من النار. ولذلك مما ينجي من النار ما كان يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء، وهو كان يقول عليه الصلاة والسلام بعدما يتم أذكار بعد الفجر أو أذكار بعد المغرب، قال فيقول بعد ما تقول لا إله الله 10 مرات، قال فيقول اللهم أجرني من النار 7 مرات قبل أن يكلم أحدا، قبل ما تهضر مع الناس، خليك من الهضرة الزايدة، خليك ماشي غير تسلم تروح تهضر. كي تكمل ادعو الله تبارك وتعالى، خاصة بعد المغرب وبعد الصبح، كي تكمل تجيب الأذكار، قال قبل أن يتكلم، أن يكلم أحدا، يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، فمات من يومه ذلك حرم من النار. ويقول اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، فمات من يومه ذلك وجبت له الجنة. ونفس الشيء في الليل بعد المغرب، يموت في الليلة هذيك وجبت له الجنة وحرم من النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، من استجار من النار 3 مرات، يقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، في النهار هكذا في أي وقت، إلا وقالت النار اللهم أجره مني، تدعو النار تقول هذا ما تدخلوش لي. ومن سأل الجنة 3 مرات، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى أو الجنة 3 مرات، إلا وقالت الجنة اللهم أجعله من أهلي، فيجعلك الله من أهلها. الدعاء مهم جدا. شوف كاين واحد الناس يدعون الله يوم القيامة، يدعون الله في الدنيا فيجدون دعاءهم وهم في الجنة. قال فيقول لصاحبه في الجنة، أتذكر يوم كذا وكذا كنا في الدنيا فسألنا الله أن يجعلنا من أهل الجنة فها قد أعطانا إياه. شوف تدعو الله، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى، وأسأل ربي سبحانه وتعالى يتمم لنا.